محمود، يعني انا عايز اسالك على شايف الصوره ازاي دلوقتي حبيبي؟ يعني انت شايف اللي بيحصل، شايف اصحابك اخواتك المجتمع كله ازاي بدا النهارده بيتعامل وهو فاهم مع القادرون باختلاف؟ واكيد طبعا الصاحب بيبقى سند لاي حد من القادرون باختلاف، ويعني مش كل الناس بتبقى اصحابنا كمان يعني. مش بس كل الناس. يعني حاليا، يعني حاليا بعد ما عملنا حفلات وبقينا لينا مكان، بقينا بنجمع اصحاب كتير وجديده وكده، بس الحياه ماشيه احسن. دلوقتي انت شايف المجتمع وهو بيتعامل مع القادرون باختلاف بدأ عنده وعي اكتر، اكيد اهو. صح؟ وكنا بنطالب حتى في فيديو كان اللي هو التدريب للناس ازاي تتعامل معانا وكده. اونلاين اونلاين يا صلاح؟ تدريبات صح؟ اونلاين اونلاين يا تاليا؟ ما شاء الله عليكي يا رحمه. التدريبات حلو التدريبات دي؟ اللي عاوزين رساله للشركات المصانع اللي هم يأمنوا بينا زي طبعا ما حضرتك امنت بينا، هم يأمنوا بينا طبعا لازم نأمن. وزي ما كل الناس عرفت ان قول يا تالي وكل الناس، وفعلا التدريب الاونلاين اللي هو بيسهل علينا كتير، هيسهل علينا كتير طبعا. وكمان يعني انا برضك، طب ثانيه اقول انا حاجه؟ لا اتفضلي. بالنسبه لموضوع الاصدقاء او الموضوع ده، كان زمان الدنيا مش زي دلوقتي. دلوقتي حتى عند تاليا في كيجي الاطفال بقى عندها وعي ان لا هي مش مختلفه، بيتعاملوا معاها كويس جدا، ما حسسونيش ان تاليا مختلفه عنهم. مفيش اي اختلاف، لا. عادي جدا، بنتعامل طبيعي، مفيش تنمر، يعني مفيش تنمر، مفيش الحمد تنمر لله، في مساعده كبيره جدا، مساعده بجد. يعني مين اكتر حد يا تاليا اصحابك في الفصل انت بتحبيهم اللي معاك في الكلاس؟ مين اكتر ناس بيحبوكي وبتحبيهم وبتلعبوا مع بعض؟ اسمها يعني في بنوت اسمها مروج ونورين، دول المساعدين بتوعي. يعني اول ما اقول فين اللانش بوكس يجيبوها على طول، بيساعدوا كل ما حاجه ما شاء الله. حتى يعني كل ناس، يعني حتى زمان انا لما كنت في الحضانه يعني كل سنه بيبقى في اختلاف عن اللي قبلها طبعا. يعني لما دخلنا كيجوان الحمد لله عكس ما كانت في الحضانه اللي قبل كده كويس. كانت ساعات الاولاد ياخدوا جنب شويه، بيبقى لسه مش فاهمين في السن الصغير خالص، لسه مش فاهمين. لا وساعات بيبقوا شايفينها مختلفه، فساعات بحس بخوف شويه، مش فاهمين، ما بيبقاش بس فاهم بالظبط. انما لما بيكبروا يعني بيبقى الوعي كمان فتره، صح؟ بتنبه اولادها، صح؟ فانا مبسوطه جدا بجد. ربنا يا رب يبارك لك فيها، من فتره في زي ما انت عايزه وفي كل اولادنا. يعني انا واصحابي بنتشارك في الالعاب، وانا ماسك السكريبت في ايدي، فهي بتبص على السكريبت، فواضح انها كمان بتغني، مطربه فنانه، وعايزه تمثل مع تامر حسني ومحمد رمضان، وشكلها كمان عايزه تبقى كمان مذيعه. عايزه تبقي مذيعه؟ مغنيه. تحبيش تبقي مذيعه؟ ممثله ومغنيه. ان شاء الله تحققي كل اللي انت عايزاه، وصوتك جميل، صوت الجميل، ربنا يحفظك. انا اشكرك اللي انت معايا. تشكريني ازاي؟ ده انا اللي اشكرك واشكركم كلكم الحقيقه على الوقت الجميل اللي سمحتوا لي اكون موجود معاكم فيه. شكرا يا رحمه، بالتوفيق يا حبيبتي، شكرا جزيلا. يا تاليا. نعم. شكرا يا تاليا، واخيرا هتروحي تنامي، انا عارف انك تعبانه وعايزه تنامي. شكرا جزيلا يا مدام هدى، ربنا يخليها لك يا رب ويحفظها. شكرا لحضرتك. يا صلاح، مبسوطين يا حبيبي انك كنت مع انت عملت ايه في المايك يا صلاح؟ المايك وقع منه واحنا شغالين. ولا يهمك، فداك المايك يا صلاح، فداك المايك. شكرا يا حبيبي وبالتوفيق يا بطل، وعايزين الترابيزه دي تبقى كلها ميداليات السنه الجايه ان شاء الله. ان شاء الله اتفقنا. هقابلكم في حلقه ثانيه ان شاء الله، وهنشوف مع بعض حلقه ثانيه بكره ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. ومحمود
انا مش هقول لك دلوقتي يعني، انا مبسوط ان كمان كنت معاك السنه دي، ولكن هتبسط اكتر لما اشوفك في الحلقه الجايه مع ابراهيم فايق ان شاء الله على اون تايم سبورت. ان شاء الله حلقه هتعجب كل الناس ان شاء الله باذن الله، وكل التوفيق يا محمود، ونشوفك بطل اولمبي ما شاء الله كبير، شرفنا وتشرف مصر كلها ان شاء الله. شكرا جزيلا، بشكركم مره ثانيه، شكرا جزيلا لكم وجودكم معانا. وده الحقيقه يعني كان ساعه من الزمن تقريبا يعني قضيناها مع وجوه جميلة وقلوب طيبة وأجمل ما يكون في الدنيا كلها من خير وبركة موجودة معنا في الاستوديو.